هذه الآية توجهك إلى أنه ينبغي أن تحب الإنسان الكامل الأول، إنه رسول الله. هذا الإنسان الأول كما قال عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. هكذا جاء الحديث. فنحن عقب الأذان نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته. هذا دعاء يسن أن تدعو به عقب الأذان. إذاً مقام النبي عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الأول. قال عن نفسه بنص القرآن الكريم: فأنا أول العابدين، آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. الآن ما الذي ينبغي أن تحبه؟ ينبغي أن تحب الإنسان الأول الكامل الأول، لأن كمال هذا الإنسان استدعى أن يتجلى الله. الله مكافآته كبيرة جداً، قد لا ترى على الشبكية، تلاقي مؤمن بالمسجد، قد يكون طالب، قد يكون موظف بسيط، قد يكون كاتب، قد يكون صاحب محل تجاري صغير جداً، لكن المؤمن يتمتع بحال دقيق جداً. المؤمن يحب الله، المؤمن يأتيه من الله ما يسمى بالسكينة. آلية هذه السكينة بدي أوضحها بمثل. كيف أحياناً بيكون في عنا موزع كهرباء ضخم جداً يتلقى الإمداد من الشبكة العامة بخط توتر عالي لا يحتمله أي بيت، 8000 فولت، أنت عندك 220. فهذا مركز التحويل يتلقى كهرباء بأعلى توتر، لأنه مصمم على تحمل هذا التيار. الآن أي إنسان يوصل شريطه بهذا المحول يأخذ كهرباء 220 فولت، تلاقي بيته منار، أجهزة كهربائية، كل هذه الأجهزة تعمل بهذا التيار. فإن الله وملائكته يصلون على النبي: إنه الإنسان الأول، إنه الذي يتحمل تجليات الله عز وجل، لذلك هو أرحمنا، هو أعلمنا، هو أخشانا، هو ألطفنا. الكمال البشري متمثل بهذا النبي الكريم الذي أقسم الله بعمره السمين، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا النبي الكريم الذي ما خاطبه الله باسمه أبداً، قال: يا عيسى، قال: يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، قال: يا موسى. أما النبي الكريم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. هو المخلوق الأول، هو الذي بلغ سدرة المنتهى. هذا الإنسان يمثل الكمال البشري. يعني مرة قال النبي الكريم قبل معركة بدر: لا تقتلوا عمي العباس. يعني في صحابي فكر، لا الكلام ما استقام معه، قال: أحدنا في المعارك يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ توهم أنه قضية انحياز. انحياز هذا شيء بنفسه ما تكلم ولا كلمة. ثم اكتشف هذا الصحابي أن عم النبي صلى الله عليه وسلم مسلم في مكة، وهو عين النبي في مكة، وكل أخبار المشركين تأتيه عن طريق عمه. دقق الآن في موقف النبي، لو قال: عمي لقد أسلم فلا تقتلوا، كشفوا، انتهت مهمته، لازلنا في أول الطريق.
لو قال لو أن عمه لم يشارك في المعركة لكشف نفسه وانتهت مهمته، لو سكت النبي لقتلوا عمه مشركا. يعني ما ممكن يتكلم النبي إلا هالأربع كلمات: لا تقتلوا عمي العباس. قال هذا الصحابي بعد أن اكتشف أن عمه مسلم في مكة وهو عينه ويقوم بدور خطير في الدعوة، قال ظللت أتصدق 10 سنين مخافة أن يعاقبني الله على سوء ظني برسول الله. هذا الإنسان الكامل الأول، لأنه كامل كمالاً أعلى، لذلك تلقى أعلى تجلي من الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني أحياناً أيها المؤمن تلتقي بعالم جليل موصول بالله عز وجل، بتقول قعدت معه والله كأني بجنة، بيته متواضع بغرفة صغيرة، في شيء لا يرى بالعين. المؤمن موصول بالله، هذه الصلة سبب سعادته، سبب طمأنينته، سبب ثقته بالله، سبب تفاؤله، سبب رضاه عن الله. هذا المؤمن بهذا الاتصال عن طريق رسول الله يشعر بأحوال لا تنكر قيمة الحال. أنت معك قناعات ومعك أحوال، الحال مسعد أيها الأخوة. أنت دقق نفسك، أحياناً ببعض الأيام تجد نفسك نشيط متفائل واثق من نفسك، كلامك مؤثر جريء متماسك. أيام حتى تعرف قيمة الأحوال العالية يحجب عنك هذه الأحوال، تجد تميل للراحة، تميل للانسحاب من أي عمل، تأرجئ مواعيدك، تجد يجلس معك الإنسان لا يرى منك شيئاً بمل. فالله عز وجل إما أن يتجلى على قلبك بهذا الحال أو أن تحرم منه. الله عز وجل جعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام له دوران: دور علمي مبلغ، ودور يرفع من معنوياتك. سأتي بقصة. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته مر الصديق في طريق من طرق المدينة فرأى بعض الصحابة اسمه حنظلة يبكي، قال له: ما لك يا حنظلة تبكي؟ فقال للصديق: نافق حنظلة. قال له: ولم يا أخي؟ قال له: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أنت لاحظ نفسك بالجامعة تجد حالك مرتاح، الدين قوي عندك، تتمنى حفظ كتاب الله، تتمنى تعمل أعمال صالحة، كل أحوالك بالجامع راقية ناتجة من هذا الجو الإيماني الذي بالجامع. تروح على البيت مميئين طعام وأنت جائع، بتعصب، بتحس حالك انقطعت عن الله عز وجل. يعني قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فسيدنا الصديق بأعلى درجة من الأدب والتواضع قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلقا إليه وقصا عليه هذه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام الآن كلام فيصل، قال: أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. من هو النبي؟ هو المتصل بالله بشكل مستمر. قال: أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. نحن كمؤمنين ساعة وساعة، والنبي عليه أتم الصلاة والتسليم اتصال دائم. أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. الآن دقق: لو بقيتم على الحال
التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. النص يؤكد أن الإنسان مع رسول الله له أحوال عالية جداً، ونحن ما أتيح لنا أن نلتقي برسول الله، لكن أحياناً تلتقي بإنسان موصول بالله، والله ارتحت، كنت مهموم ارتاحت نفسي، شعرت نفسي خفيف، منطلق، شعرت نفسي واثق من نفسي، هي أحوال مهمة جداً. فلذلك هذه الآية بمعنى أو بآخر تبين لك أنه لا بد من أن تكون لك صلة بهذا الرسول، إن الله يتجلى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه صلاة الله على نبيه صلاة تجلي، يعني يلقي في قلبه السكينة، تلاقي راسخ كالجبل، يلقي في قلبه التفاؤل، نزل من الطائف، ضرب في الطائف، أهين، كذب، قال أترجع إلى مكة؟ فقال النبي الكريم لزيد، قال له إن الله ناصر نبيه. لكان إنسان مهدر دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يتبعه سراقة، يقول له يا سراقة، والله كلام قد لا ننتبه له، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ مهدور دمه، ملاحق، يقول له لسراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني إنني سأصل إلى المدينة وسأؤسس دولة وسأحارب أكبر دولتين وسأنتصر عليهما وستأتيني غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. لما الله يتجلى على قلبك تحس بتفاؤل، تحس بتماسك، تحس بمعنويات عالية جداً، تحس كلامك سديد، نظرك خارق، تفكيرك سليم، موقفك جريء، لا تهابوا في الله أحداً. لذلك الله عز وجل يدعونا أن يكون لنا صلة مع رسول الله، يعني اقرأ سيرته، طبق منهجه، انظر إلى هذا الإنسان الأول في الأرض الذي بلغ سدرة المنتهى. يا أيها الذين آمنوا إن أردتم من هذا العطاء الكبير شيئاً فاتصلوا به، يعني مرة ثانية مركز تحويل كهربائي عم يتلقى 10,000 فولت مصمم على تحمل هذا التوتر العالي، أي إنسان ربط شريط بهذا المركز أخذ كهرباء، فالله المعطي وأنا القاسم. هي طبعاً بعهد النبي صلى الله عليه وسلم تلتقي به تشعر بهذه السعادة. كان سيدنا ربيعة الذي خدم رسول الله لما يقول له انصرف إلى بيتك ينام على جانب غرفة النبي من شدة انجذابه إلى النبي، يعني نحن ما رأينا هذه الأحوال، لكن لو أنه إنسان موصول بالله نوع من الصلة تشعر براحة بالجلوس معه. لذلك لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. في شيء اسمه علم، في شيء اسمه حال، الحال حالة نفسية مع الله. أنا لما بكتب لإنسان رسالة أرجو أن تكون في أحسن حال مع الله ومع خلقه، أحسن حال حال التوكل، حال الثقة بالله، حال الشعور أنه الله ما بيتخلى عنك، حال الشعور أنه الله بينصرك، الله بيحبك، هي أحوال. هذه الأحوال لا تقدر بثمن. والحقيقة أنا هذا اجتهاد مني، الذي يشدك إلى الدين ليست معلوماتك بل أحوالك. الحال شيء سمين جداً، يعني الحال بيعملك بطل، إنسان بطل، متفوق، جريء، كريم، شجاع، واثق من نفسك، واثق من ربك، متكلم، فصيح، هي كلها من أحوالك. لذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني يجب أن يكون لك صلة به من خلال سيرته
من خلال سنته، من خلال تطبيقه. والعلماء أجمعوا على أن الآية الكريمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طبعاً في حياته الآية واضحة، لكن بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى معنى الآية وما كان الله ليعذبهم وسنتك قائمة في حياتهم. فنحن دورنا بالآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ينبغي أن نقرأ سنته القولية، وينبغي أن نقرأ سيرته العملية، وبناء على ذلك نحبه، فإذا أحببناه نكون قد صلينا عليه وسلمنا تسليماً. هي معنى صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل صلى عليه، وأنت اتصل به ليأتيك من هذه الصلاة شيء. هذا ملخص الملخص. أنت اتصل بهذا النبي الكريم اتصال بنوع أو بنوع. بعهد النبي اتصال مباشر، نحن الآن نتصل به اتصال غير مباشر. يعني أنا عفواً أيام بقرأ كتاب الإنسان ممتلئ إعجاب به، لكن لا أعرفه، ما رأيت شكله. مرة يعني في مؤلف له مؤلفات عميقة جداً، أنا اقتنيت وقرأت فيها، تأثرت تأثر بالغ، كنت في الحج فالتقيت به، أنا اتصلت معه قبل أن أتصل به، اتصلت معه عبر كتبه، عبر فكره، عبر مؤلفاته. فأنا عم بوضح معنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، بحياته نلتقي معه مباشرة، بعد مماته نقرأ سنته القولية، نعرف قدره، نعرف محبته، نعرف علمه، نقرأ سيرته العملية، نعرف أخلاقه مع بيته، مع من حوله، مع أصحابه، نعجب به، نحبه. هذه الآية مضمونة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يعني بتمنى يكون بكل بيت كتاب حديث صحيح، وليكن رياض الصالحين، وكتاب سيرة حتى نطبق الآية. أنت لم تلتقي به، لكن اقرأ أقواله واقرأ سيرته حتى تحبه، فإذا أحببته تكون قد صليت عليه، وعندئذ يأتيك من هذه الصلاة المدد الإلهي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تطبيق هذه الآية بقراءة سنة النبي القولية وسيرته العملية حتى تحبه وحتى تتبع منهجه، وبعدئذ نسلم من عذاب الله. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت فيهم كيف يعني؟ أنت فيهم بحياته واضحة، بس أنت فيهم الآن كيف؟ أنت فيهم بسنتك، بتوجيهاتك، بأحوالك، بأقوالك، بأفعالك، بسيرتك، والحمد لله رب